مش حذرتك قبل كده انك تعيش على قدك وتاكل لقمتك بالحلال يا عبده؟ سعاده الباشا احنا اتبعنا احنا الاثنين، قالوا لنا قعده رجاله وقعده الصلح، لقينا ضرب نار. يعني انت ما مدتش ايدك على حد؟ يا باشا كنا بندافع عن نفسنا عشان نعرف نهرب. اهي المصالح كمان بتدافع عن نفسها يا بورا، والكبار اللي انتوا وقعتوا في وسطيهم مصالحهم صالحتهم على بعض من تاني. يعني انت يرضيك يا باشا انهم يشيلونا الليله؟ امال عايز مين اللي يشيل الليله؟ ياكش فاكر ان هم ولا اولادهم اللي هيحبسوا نفسهم مكانك، والمحاضر لازم تتسدد. انا كده هتصل سما اونطه في اونطه ساعات البدر وده ما يرضوش حد. هو انت عبده فاكر ان هم هيسيبوك كده تنط على الموضوع وتبوظ الطبخه كده اونطه؟ عيب، ده انت معلم. وانت باشا يعني عارف ان المحضر ما بلغناش وقفش ساعتك، احنا كده بناخد حكم عمياني، ده ظلم وحرام. الله، ما انت عارف الكفته اهو يا عبد. طب العمل سعاده الباشا انت ما رضكش كده برضه، شوف لنا اي حل. مفيش قدامك غير انك تعمل اعاده اجراءات، واللي عندك قوله. نقول ايه بس يا باشا؟ اقول لك تقول ايه؟ تشوف مين اللي بعتك وسلمك وبلغ عنك، ولو ماسك عليه حاجه هترجع.